مصدق انك ممكن تلعب على العماد؟ لا طبعا ما كنتش مصدق لغاية انا اقول لحضرتك حاجة، والله دي اول مرة اقولها. كابتن عماد متعب، كنت انا همشي من النادي الاهلي وانا عندي 20 سنة، هما بيلغوا فرقة ال 20 سنة، فهو كان دايما بتصعد مع الفرقة الكبيرة. فهو في يوم كان بيكلم الناس، يا جماعة الفيرود ده حرام يمشي، الولد ده يبقى كويس جدا، والكلام مش هو اللي قاله لي، الناس وصلت لي عماد متعب بيقول كذا 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 كذا. فكان قيمة عماد متعب كانت كل يوم بتعلى عندي، هو اكتر واحد اداني ثقه. ويوم ما انا لعبت كان هو يعني اتصاب، فابتديت كان بيشجعني وبيعلمني، وفي مواقف كتير في الملعب يقف ويكلمني ويعلمني يعني صعب ان انت تلاقي فيرود انت بتنافسه وقيمه زي كده يقعد يكلمك في الملعب عشان تبقى كويس، يعني مش موجوده الفتره دي بصراحه، مش موجوده ساعات بقعد الفتره دي. افكر مكانك كده، يعني انا شفتك في ماتشات تخص المنتخب وصلاح في الملعب في برج العرب، ماتش غانا، ماتش كله انا لعبت التصفيات كلها كابتن. التصفيات كلها. لا في ماتش معين انا كنت طالع استوديو هناك، اوغندا، الكونغو، الكونغو، الكرة اللي صلاح حطها اللي طلعت من فوق الجون، ماتش الصعود، ماتش اوغندا، ماتش اوغندا، ماتش اوغندا انا كنت بجري ورا الكون. كان حظي برضو ماتش وحش السعود الماتش. الكونغو، انت بتتكلم على الكونغو اوغندا. بس بس اوغندا كان رسمي، احنا كسبنا 3 بونت وهم تعادلوا مع غانا هناك، فكنا احنا عايزين من ماتشين 3 بونت، فكنا عايزين نهائي في مصر، صح، وده اللي حصل يعني. يعني بعد افكر لعبت في توقيتات وفي ظروف وجنبك صلاح ونني ومجموعه كبيره جدا واحلام وطموحات. يعني لا انا عارف الكلام ده، بس انا كابتن يعني ما يعني طب انا بعد برضو التأهل لكأس العالم اشتغلت، حسيت بإيه؟ كان احساس رهيب ان انا الدنيا ابتدت تفتح، والدنيا والامور قربت، وحلم بدأ يقرب، وكان في كان في احساس كان واخدني كده ان انا خلاص رايح كاس عالم. ما كنتش مصدق ان انا رايح كاس عالم وهلعب وهبقى شكلي وهظهر قدام العالم كله. كان وكمان في وجود كان جهاز فني زي كوبر ليه اسم بره طبعا، محمد صلاح، النني، تريزيجيه، ناس كتير بتتفرج على الناس دي، رمضان طبعا في الفتره دي. لا يعني كان احساس كبير طبعا ان انا اصعد كاس عالم، وكان بلد ان انا اتحط في تاريخ بلد كانت ليها 28 سنه ما صعدتش كاس عالم، دي كانت حاجه كبيره قوي بصراحه برضو، فكان احساس كبير. انت جاي تندمني، انت جاي تفوق لي يا كابتن، جاي تفوق لي. انا كنت بتفرج على الماتش ده النهارده على فكره. لا والله، والله العظيم انا اتعورت اول 25 دقيقه، واخد 12 غرزه اول خمسه، ما كنتش شايف حاجه. انت واخد سنجه في وشك يعني. ومستر كوبر الدم يعني رهيب، شايف يعني بتخيط، و خدت في الملعب. ها انا اتخيطت بين الشوطين، اتخيطت في الماتش ده بين الشوطين ومن غير بنج. دخل لي اوضه اللبس قال لي يعني هتلعب ازاي؟ قلت له بص لو ما تحس ان انا مش قادر اعمل اللي انت طالبه مني ابقى طلعني. يعني انت خيط لك الغرز، خيطت بين الشوطين، وانا ولعبت كملت الشوط الاول مش سامع ولا سامع صوت الجمهور، والكره مزغلله يعني، الكره قدامي مزغلله بجد والله. دي والله العظيم بجد ده حصل يعني، انا بحلف بالله ان ده حصل بين الشوطين لما اتخيطت، وهو سامع صراخي جوه بتخيط 12 غرزه وانا جوه. هو الدكتور قال لازم عمرو يروح دلوقتي عمليات عشان يتخيط هناك، انا اتخيطت بين الشوطين يعني. اسال الدكتور محمد ابو العلا هو اللي خيطني في الفتره دي، خيطت بين الشوطين. نزلت الشوط الثاني ابتديت احارب، هي دي ابتديت احارب، وكان قلت له لما تحس ان انا مش قادر انفذ لك اللي انت عايزه طلعني. وانت بتخط ولا في دماغك؟ ما قلتش بس كابتن ابو العلا خلي بالك لا وشي هيعمل؟ لا انا شايف صوت الجمهور وشايف الاحساس، وكلنا مع ان الماتش كان صعب قوي يعني، ده كان اصعب من ماتش الكونغو. الماتش ده كان احساسه صعب جدا، والفرقه كانت كويسه جدا، اوغندا كانت واقفه، وكانت وكانت ما اتغلبتش 6 7 ماتشات ما بيتغلبوش، وكانوا فعلا. والناس بقى خلاص، الناس من اول ما صف الحكم صفر الجمهور كله عايزنا نحط الكره في الشبكه، انت متخيل بقى؟ ما كانش عندك شك اللحظه ان انت مش موجود في كاس العالم، انا رايح كاس العالم؟ لا ما كانش عندي شك خالص، ان انا لعبت التصفيات كلها يا كابتن سيف، انا لعبت من اول ماتش تشاد تشاد في تشاد لغايه غانا في غانا، يعني من اول ماتش في التصفيات اللي هو بيأهلك للمجموعات لغايه ماتش غانا في غانا، انا لعبت كل التصفيات، سواء شاركت بدأت ما لعبت، موجود على الدكه وبلعب وبنزل وببدأ وببقى موجود. وكوبر كان من الناس ان هي صعبه قوي ان هو يغير رجالته، انا كنت في كل المراحل يعني. فانا لما حصلت المشكله في جنوب افريقيا ابتديت يبقى في التواصل، يا عمرو انت لازم تلعب، فاستغنيت عن فلوسي، ما كانش في مكان ان انا فاتح زي عبد الله السعيد بالظبط كده غير في فنلندا،
والفرقه كانت بطل الدوري واستغنيت ورحت لعبت من غير فلوس عشان اروح كاس العالم. احلى ماتشات ليك دي؟ ها طبعا يعني ده تاريخ، يعني ده تاريخ هفضل، بس هرجع يعني. انت فاهم ان انا مش هرجع؟ ان شاء الله هترجع. ان شاء هرجع الله طبعا، هترجع وتكسر الدنيا ان شاء الله. ليه انت فاكر ليه؟ انا متاكد انك ان شاء الله هترجع. انا راجع، انا راجع وانا عارف نفسي كويس قوي، والسنه دي فادتني كويس قوي، وهتتفرج على انا بعمل كده عشان ارجعك. بالعكس انا عارف والله، انا عارف. انا 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 السنه دي استفدت جدا، ومحتاج ان هتتفرج على اللي انا عملته السنه دي السنه الجايه ان شاء الله. صلاح كان بيتكلم معاك؟ صلاح اتكلم معايا. يمكن صلاح طبعا كتر خيره وظروفه طبعا في الفتره دي صعبه طبعا، لكن يعني كان بيتواصل من فتره لفتره معايا ومع ناس كتير من المنتخب، لكن يمكن الفتره فاتت يعني ما حصلش اتصال بيني وبين صلاح. لا كان بيتواصل معاك ايام الماتشات دي؟ كنت بتتكلموا مع بعض؟ طبعا طبعا. إيه بقى؟ كلنا كنا بنكلم بعض، دي كانت ميزه خلي بالك. طبعا يعني تقعدوا بالليل، تقعدوا الاهلي وزمالك، وسواء هو في حد منتخب اسمه اهلي وزمالك؟ لا في المنتخب ده في الفتره دي كانوا بيقولوا اهلي وزمالك. والله انا كنت بقعد اكلم طارق حامد مثلا قبل المعسكر، او بكلم اقول له طارق الماتش هنعمل ايه، كاس عالم كله كان بيكلم بعض في كاس عالم، بندخل الماتشات، ماتش اهلي وزمالك، المعسكر، كاس بص كان في روح مش طبيعيه، ونتفاجئ ان الناس تطلع تقول لك لعيبه اهلي ولعيبه زمالك، كانت حاجه غريبه بصراحه بتحصل. لكن كنت تقعد بالليل قبل الماتش تتكلم انت وصلاح؟ تالي انتوا كنتوا اقرب اتنين يعني. يعني انا وصلاح كنا بنقعد، انا وصلاح وتريزيجيه وعبد الله كنا بنقعد على طول في، كنا بنقعد في اسكندريه في الاوتيل تحت، وكنا بنقعد بقى بنتكلم في كل حاجه يعني. في لقطات معينه كنتوا ترسموها تلاقوها يعني عمرو ما استلم روح كذا يعني، كان دايما بين عبد الله وبين صلاح. بصراحه في الفتره دي كوبر كان مستر كوبر كان حاطط سيستم، الوحيد اللي كان بره السيستم محمد صلاح يعني. ليه؟ لان كان مستر كوبر كان بيقول لنا في يعني كله جوه السيستم وصلاح فري. صلاح كان لا، وبس صلاح بصراحه تحسب له ان هو كان بيلتزم جدا في سيستم الفرقه، لكن اللي واخد الحريه اكتر واحد فينا محمد صلاح. كوبر مستر كوبر كان كلنا في سيستم، كان دايما بيقول يعني احنا كلنا هنمشي في دايره كده، الدايره دي بيسيب حته مفتوحه منها لان عمر الدايره ما بتكمل، هو كان بيقول لنا عشان الكمال لله يعني، ما كان بيقول لنا كده. فاحنا هنحاول بقدر ما نقدر ان احنا نبقى نوصل للكمال، بس احنا مش هنحقق الكمال. وكان دايما بيقول لي انا لو معايا ميسي في المنتخب اكيد هسيب له الحريه، واحنا معانا ميسي على صلاح طبعا. يعني في الفتره بيقول يعني واحنا معانا ميسي، فكان دايما صلاح هو اللي واخد حريه طبعا، وكنا بنعتمد عليه بصراحه، لان انت لما بيبقى عندك نجم كبير زي كده ومن احسن مصنف من احسن 3 لعيبه في العالم وما تستغلهوش يعني، ما انت يجي لك الفرصه ان يبقى موجود محمد صلاح معاك. مين بالليل كده اللي انت كنت تسمع اسمه موجود في الفرقه قلبك يرفرف تحس يعني فرجه بالنسبه لك يعني مين دايما اللي كان مجال التمويل بالنسبه لك؟ عبد الله. عبد الله ووليد سليمان في الاهلي. عبد الله ووليد سليمان طبعا. عبد الله كان فاهمك؟ عبد الله كان، عبد الله السعيد لعيب يعني خطير جدا بصراحه. عبد الله لعيب من اذكى اللعيبه اللي موجوده جت في اخر 10 سنين في مصر. عبد الله السعيد دي حقيقه ما من اذكى اللعيبه في الملعب، ومن اكتر اللعيبه اللي ملتزمه، ومن اكتر اللعيبه المجتهده. لا عبد الله من احسن اللعيبه اللي انا اتمرنت برده معاه. عبد الله عمرو ليه بديل ولا لسه ما تواجدش؟ بص حته ان لعيب ملوش بديل دي انا ضدها بصراحه يعني، انا ضدها يعني. لكن عبد الله في الاواخر كده في اخر فتره، عبد الله خد فترات كتير قوي عشان يوصل برضه يعني لمستوى عبد الله اللي هو موجود. عنده جوال كتير قوي حلوه. سواء قدمه مع بيراميدز او انت عايز تقول لي يا عم انا ايوه جامد قوي، انت بتتكلم في ايه؟ انا جبت جوال كتير يعني. انا مع اني انا في اخر فتره مثلا ما اتصبت في الصليبي ورجعت النادي الاهلي، انا جه معايا ايفونا انا يعني انا لو عديت لك كميه الفراوده اللي جه وشاركنا الفرصه مع بعض تعالى بقى يعني احسب لك. لكن قبل الصليبي كانت الفرصه لما انا كنت ماشي كويس وكنت راكب، كانت الفرصه مش متقسمه على العدد ده، كنت انا باخد فرصه اكبر من كده بكتير قوي، عشان كده كنت بظهر بالشكل ده.